ياي الروج جو ده يجنن. هو الايشادو ده جاي منين؟ طب الموضوع سهل اهو. احنا بقى عندنا هوس بالسوشيال ميديا، صوره الفطار، صوره الجيم، صوره الباد هير داي، ستوري طول حماده، داك فيس، ثرو باك ثيرزداي، هام داي. واعتقد المفروض الهام داي بيبقى حاجه الواحد بيبقى واقف كده ومدي وضع غريب حبتين. وطبعا ما ننساش هاشتاج بلست. بس الموضوع مش بالسهوله دي، الموضوع محتاج اضاءه، 100 صوره عشان تختار واحده، حتى الباد هير داي بيحتاج تظبيط. بس اهم واصعب حاجه في كل ده بقى السكين كير روتين. عندك من كلينزر للتونر للانتي اوكسيدنت كريم للاي سيروم للاكني سبوت تريتمنت للموسترايزر للسان سكرين للشاركول ماسك للفيتامين سي سيروم للبلاك هيد الريموفر للانتي رينكل كريم. ده للصبح بس. ايوه ما تستغربوش، ده في اندستري كامله للسكين كير بتقدر ب 135 مليار دولار، ده في 2018. طب والله يا أمر، بس خلينا نرجع لأصل الصناعة دي. منذ فجر التاريخ بحث المصريون القدماء عن أسرار الجمال، وسرعان ما أدركوا أن السر في نقاء البشرة ونضارتها. مرايتي يا مرايتي، مين أجمل بنت في الجيزة؟ إنها ميريت بنت لبيس. لا هذا غير معقول. هذا لأنها تستعمل كريم ديرماتيتي للحفاظ على نقاء بشرتها. ديرماتيتي، إنه حقاً رائع. أيوة الفرن عندهم أقدم سكين كير روتين في العالم، وعلى فكرة بقى الكلام ده على الرجال والستات. وأيوة أنا ضحكت عليكم ولفيت اللفة دي كلها عشان أقول لكم إن صحة الجلد بنبتدي من اللي احنا بناكله. دي مش راضي تفكر دي. هو احنا ليه بيطلع لنا حبوب؟ هي الحبوب دي بتطلع من انا بصرف مرتبي كله على المسحيق وكريمات، وبرضه حب الشباب ما بيروحش. ايه بالي الاضافه يا داليا 87؟ ايه رايك في الليزر ثيرابي يا باسم؟ اتجوزيني عاليا. ايه السكين كير روتين بتاعك يا باسم؟ سكين كير روتين بتاعي انا فلات الانستغرام بس. لا هنسال خبير احسن. انا دكتور عمر عبد الشافي، دكتور جلديه وتجميل وليزر. لازم نفهم الاول هي بتتكون ازاي، وهو ان البشره بصفه عامه فيها غدد دهنيه، والغدد الدهنيه دي مهمتها ان هي تفرز ماده اسمها سيبم، او الماده الاويلي او الدهنيه اللي هي مهمتها تعمل ترطيب للبشره او للشعر. مع وجود كمان الديد سكين سيلز او الخلايا البشره الميته، الاثنين مع بعض الميكشر ده بيبقى بيعمل بلاج او بيعمل بلاجنج للبورز اللي هي مسام البشره. فلما مسام البشره بتتسد بينتج عنها انها تبقى بيئه مناسبه جدا لنمو البكتيريا، ونمو البكتيريا هو ده اللي بيخلي يبقى فيه وجود للحبوب، سواء حبوب نقط صغيره او حتى لو كان كبيره ملتهبه. سيبم ملتهبه وحمراء. وفعلا انا قلت الحاله دي غريبه من اول. طب البكتيريا دي بتيجي منين؟ ازاي اتخلص من البكتيريا اللي في الجلد؟ الحل حاجه من الاثنين، يا اما انهي تماما ان يبقى فيه تعرض للبكتيريا، وان يبقى بشرتي ما بتتعرضش البكتيريا تماما، وده استحاله يحصل. الحل الثاني وهو ان انا اقلل شويه من انتاج البشره للدهون. ايه الاكل اللي ممكن ياثر على انتاج البشره للدهون؟ انه يزود دهون البشره فيزيد وجود الحبوب. رقم واحد السكريات، سواء السكر المعالج او السكر الابيض اللي بنحل بيه المشروبات، او الكانديز بصفه عامه، او الشوكليت لان بيكون موجود فيها سكر كتير. طب الحاجة التانية اللي بتأثر برضو وهي المشروبات الغازية دي، بينتج عنها استخدامنا ليها المشروبات الغازية كتير بيأثر على وجود الحبوب في البشرة. منتجات الألبان ليها دور مهم جدا برضو في ان يبقى موجود حبوب في البشرة، سواء لبن او زبادي او جبنة. الدهنيات بصفة عامة، يعني سواء اللحوم الدسمة اللي فيها دهون، لحمة او فراخ، او الفرايد فود الاكل المقلي. طب انا من يوم معرفتك وانت لا بتخلينيش اكل ولا لحمه ولا فراخ ولا فرايد فود، مين دول بقى ان شاء الله؟ جم ازاي يعني؟ ياه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولعلمك مش لوحدي، في ناس تانية كتير ماشيين على نظام دباتي وبرده وشهم متبهدل.
انا ماشي على نظام نباتي ولسه برضو بيطلع لي حبوب. انا بحب كرادي بالحبوب اللي في وشك يا نور فيجن لايف 12. يا جدعان حد يعمل له بلوك الواد ده. ما تغيرش الموضوع، هتشوف لي حل في المصيبه دي ولا ايه؟ الحقيقه انت مش لازم تبقي نباتيه عشان وشك يبقى رايق. انت بتكلم مين؟ استنى بس انا عايز اعرفك. Hey guys, I'm Nina and I'm Randa. ومين دول بقى ان شاء الله؟ لطاف مش كده؟ طب تصدقي ان دول كانوا كده. ايوه دول كانوا بشرتهم كده في الاول. المفاجاه بقى ان هم ما كانوش بياكلوا لحمه ولا فراخ ولا بيض ولا البان. المفاجاه ان هم كانوا We grew up different from most kids because we grew up vegan. ادي عم الاكل نباتي مبهدل بشرتهم. صح، لان احنا قلنا قبل كده ان مش كل الاكل النباتي صحي. الاختين دول كانوا بياكلوا زيوت ومكسرات كتير وبشرتهم ما كانتش تستجيب كويس لكل ده. كل واحد مختلف. بس خلينا نحكي الحكايه من الاول. ازاي كانوا كده وبقوا كده؟ Hi, I'm Nina Nelson and I'm Randa Nelson and we're twins. So throughout high school and middle school, we really didn't have problems with acne. Mm-hmm. But then when we were 20 years old, all of a sudden it was just like, boom, like really bad. Raging hormonal acne. Cystic acne that we couldn't get control of. So we tried different pills, we tried different antibiotics, different creams, and it would work for like a month or two, but then it would always come back so much worse. And we would even go to the facialists and get our faces like squeezed. مش لازم تكون في مجال الفن والتصوير عشان تحس باللي مروا بيه. ناس كتير جدا ممكن مشاكل جلدها يأثر على نفسيته ويمروا بنفس اللي مروا بيه نينا ورندا. الحبه دي عماله تزيد ومش مش عايز تروح في حته. طب الله يسيب، ممكن تفاصيل الحبايه دي من عينيا يا شابه. شابه. We grew up in entertainment, so obviously we did not want this acne on our face. Yo, your career is in jeopardy, right? Mm-hmm. And we actually like kind of stopped doing everything because we were so depressed from the acne. للأسف الموضوع ما تحسنش. وللأسف ده أثر عليهم وهم بيحاولوا يعملوا اختبارات لأمريكان أيدل. أمريكان أيدل دي كده حاجة زي أرب أيدل كده يعني، أنت عارف الأمريكان سرقوها مننا طبعاً. The lowest point, yes. Okay, what's the lowest point was we were flown out to be on American Idol. Yeah. And we at this point we still had like raging acne and we were like so stressed to be on this show because we were like no one's gonna take us seriously, they're just gonna think what are they doing here, like they have acne, no one's gonna pay attention to our music. And of course like the judges said no, mainly because I think we were just so nervous. Yeah, we were so nervous to be seen with our acne. And then the turning point. You performed, you went into the audition. Yeah. And because of your insecurities about how you looked, yeah, we were very nervous. Oh, yeah. We flopped. Totally. Completely. Yeah, we got up at 4 a.m. not to practice, but to cover up the acne. And it was still not coverable. Yeah, you can't hide that kind of acne. I remember as we're talking to Ryan Seacrest, I'm just like, he must think we're jokes. Yeah, he must think we're like, why are they here? Yeah. That's the kind of thoughts you get from acne. للأسف الإحباط اللي مروا بيه في American Idol كان كبير وأثر عليهم جامد. هما راجعين في السكة باباهم اقترح بيعرف ينام في البيت ده. So we were driving up to San Francisco talking about our acne visit. We were going to visit our grandparents and my dad was like, well, why don't you see if Dr. John McDougall, the same doctor who cured our mom, has anything on acne? And normally he treats an older audience, but we were like, okay. Type 2 diabetes, heart disease. Yeah. We're like, we'll look into it. And so he had like a small segment saying there are cultures in the world where they, if they eat a low fat, plant-centered diet, they never get acne. Even going in through their puberty, yeah, the time when they would break out, they just didn't have any acne. And so we were like, okay, well, if we just cut out oils, like that's easy, we can do that. And then that day, we started, and within 3 days, the inflammation was much better. And within a month, it was like, you know, significantly better. And all we had to do was clear the scars. So if you have a skin condition, acne, whatever, and you, from your own experience, how much time elapsed before you actually saw results, and what do you tell the people who ask you this question? Yeah, we would say at least give the program 6 weeks to see results, and it really depends on how severe acne is. Some people's acne clears up in 10 days, other people it took them like
4 or 5 months to see results, but we would say like at least give it 6 weeks. Yeah. And to see at least a difference. Yeah. And some people say like, oh, that's such a long time. And it's when you're prescribed Accutane, the doctor tells you, okay, this could take like 4 to 5 months to work. So it's like, people, give it a month. That's not that much. الموضوع تحسن بالتدريج باش عندهم الحالة الصعبة ديت وجلدهم بدأ يروق حبة حبة. بس السؤال بقى ازاي وهم فيجن برضو كان عندهم الحالة الصعبة دي؟ So basically he looked at what you ate and yeah. and he kind of analyzed what was wrong with your vegan supposedly healthy diet yeah, that right. was causing the inflammation of the acne. Yeah. Sometimes we'd have like, you know, the occasional vegan cupcakes or like processed foods like oils or even like, you know, foods that you don't necessarily think are unhealthy like nuts or avocado, like those aren't like terrible foods, but when you're having inflammation in your body, it just aggravates it. And so we were like, well, sometimes we eat avocado, sometimes we eat peanut butter. We should try getting rid of that. And then it totally worked. Our skin started clearing up. And it was for the first time it actually cleared up and stayed clear. Whereas before we'd take antibiotics and it would become clear and then it would just come back. انا فعلا اللب والمكسره مبهدلين لي وشي مع انهم اكل نباتات. انتي مدركه انتي بتقولي ايه او بتقزقزي ايه؟ الحبايه دي قصتها تفكيري. حبيبي ادينا بنتسلى. دلوقتي انا عرفت ما اكلش ايه، تقدر تقولي لي هو في اكلات حلوه للجلد؟ اه في. خلينا نسال الدكتور. طبعا انت فاهم ان الحركه دي عبيطه جدا صح؟ انا وانت عارفين ان انت مسجل مع الدكتور وبتحاول تملى هوا. ادينا بنتسلى. دايما بنقول اذا كان البشره او الجلد بصفه عامه هو المرايه لاعضاء الجسم الداخليه، فلو انا اكلي كان صحي يعني اللي بيدخل لجسمي اكل صحي فاعضائي الداخليه هتبقى صحيه وبالتالي هينعكس على بشرتي. ايه اللي بيأثر على الكولاجين بتاع البشره؟ رقم واحد وليه دور جامد جدا وهو فيتامين سي. فيتامين سي بيزود من انتاج الهيالورونيك اسيد والكولاجين بتاع البشره، وده يخلي بشرتنا دايما على طول تبقى مشدوده وفي نفس الوقت شكلها صحي ونضر. الكولاجين كمان بيدخل في حاجات كتيره في الجسم، هو مش بشره بس، يعني بيأثر على الاوعيه الدمويه، فعشان كده دايما نقول كانتي ايجينج بروسيس لازم نبقى واخدين بالنا من فيتامين سي اللي بيخلي دايما الكولاجين بتاع بشرتنا الانتجريتي بتاعته عاليه فالسكين كواليتي دايما تبقى حلوه. طب وبالنسبه للتعرض للشمس والرياضه تنصح بسكين كير برودكتس ايه؟ واحده واحده يا جماعه، يا دكتور عمر، دكتور عمر. طبعا التعرض للشمس بصفة مستمرة أو بصورة زيادة عن اللزوم أو يبقى تعرض للشمس من غير سان سكرين، سان بلوك الكريم اللي المفروض نستعمله قبل التعرض للشمس، ده مهم جدا جدا للحفاظ على البشرة. الحاجة التانية ودي ساعات ناس بتغلط فيها وهو استعمال المنتجات اللي غير مناسبة لنوع البشرة، يعني كل حد ليه نوع بشرته ليها حاجة مناسبة ليها، فاستخدام منتجات مش مناسبة لبشرتنا ده بينتج عنه ان بشرتنا سواء ما تبقاش نضرة او يبقى فيها حبوب. طبعا الرياضة بتفرق معنا جدا، يعني لو حد بيلعب رياضة وبياكل اكل صحي استحالة يبقى فيه حبوب في بشرتنا، لكن الرياضة بتأثر على الدورة الدموية بتاعت الجسم ككل فبينتج عنها ان بشرتنا بتبقى دايما شكلها صحي. اظن كده عرفنا كل حاجة احنا محتاجينها عشان نحافظ على جلدنا ونتخلص من الحبوب. طب والله الواحد استفاد جدا النهارده وفهم المفروض يعمل ايه. مش ناويه تعملي حاجه في الصلاه دي؟ لا خلاص، يبقى حته مني ولفنا على بعض. تعرف يا حبيبي العشره ما تهونش على الاولاد الحرام. يلا يا حبيبتي عشان عندنا خروجه. ابعتوا لنا فيديوهات بأسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك وكل أسبوع هنختار موضوع نتكلم فيه وهنجيب خبراء يردوا على أسئلتكم. تأكدوا من أن السؤال يكون واضح ومدة الفيديو ما تعديش الدقيقة.